في العابي القوى تأهل البطل الجزائري عبد المالك لاولو لنصف نهائي 400 متر حواجز رجال بعد ان حل في المرتبه الثالثه في السلسله الاولى بزمن قدره 48 ثانيه و83 جزءا من المئه، في حين حل القطري صمبا عبد الرحمن في المرتبه الاولى بوقت قدره 48 ثانيه و38 جزءا من المئه.